المجد والنصر لجيش مصر. القاهرة والناس تؤكد تأييدها لقواتنا المسلحة في عملية المواجهة الشاملة ضد الإرهاب سيناء 2018. أهلا بكم ونشرة إخبارية جديدة، وإليكم أبرز العناوين. الرئيس حريصون على حل المسائل العالقة بسد النهضة، وموسيقي سيسي محارب أنقذ وطنه مثل عبد الناصر. محمود محي الدين يتحدث عن الاقتصاد المصري. حبيب العدي في قفص الاتهام من جديد. وإليكم تفاصيل النشرة. مصر حريصة على حل المسائل العالقة بملف سد النهضة، هذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب جلسة المباحثات التي عقدها مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من الملفات المشتركة، قائلا: أوضحت للرئيس الأوغندي موقف المصري الخاص بملف سد النهضة الملتزم باتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، مشددا على عمق العلاقات بين القاهرة وكمبالا، قائلا: نعمل على توطيدها وتدعيمها لتحقيق الأهداف المشتركة. من جانبه أكد الرئيس الأوغندي عن تقديره لرئيس السيسي، قائلا أنه أنقذ مصر من براثن المتطرفين، وأنا أنظر إليه كمحارب أنقذ وطنه مثل الزعيم جمال عبد الناصر الذي دافع عن هوية مصر. مصر بدأت في حصد نتائج برنامج الإصلاح واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، هذا ما أكده ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي في بيان له حول لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شهد مناقشة الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري وتقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق، قائلا أن نمو الاقتصاد المصري وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008 حيث انخفض التضخم بشكل كبير، إلى جانب ارتفاع غير مسبوق لأرصدة الاحتياطي الأجنبي ونمو التصدير، مشيرا إلى أن استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية لتحقيق مستقبل أفضل للشعب المصري، ودعم واسع من البنك الدولي للعملية التنموية بمصر في مختلف المجالات، هذا ما أكده الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 20 فريق عمل ينخرطون في تعاون مثمر وبناء مع الحكومة المصرية، قائلا خلال مشاركته بمؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحري بالإسماعيلية أن مصر لديها فرصة كبيرة لتكون مركزا تجاريا لأنها توصل بين آسيا وأوروبا، والفرص مفتوحة خاصة أن مصر لديها الكثير من التقدم الخاص باللوجستيات والنقل البحري، وهو ما أثر إيجابيا على نقل البضائع وخلق الوظائف. كان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد أكد خلال مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحري أن مؤشرات الاقتصاد المصري كلها إيجابية وفي تحسن مستمر، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل من أجل أن يشعر المواطن بتحسن الاقتصاد والخدمات وتوفير السلع الرئيسية، فضلا عن وصول الدعم لمستحقيه، موضحا أن هذا الأمر سيتم عند اكتمال البيانات الكاملة عن الحياة في مصر بجانب المشروعات القومية التي تستوعب عمالة كثيفة، مشددا على أن منطقة قناة السويس أعظم موقع في العالم وستكون مركزا جاذبا للاستثمار العالمي ولها دور كبير في الاقتصاد المصري. العدلي في قفص الاتهام من جديد، فقد قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق وعشرة من موظفي الوزارة بتهمة الاستيلاء على المال العام، وذلك لجلسة الثالث من يوليو لطلبات الدفاع، فيما قالت النيابة في أمر الإحالة أن حبيب العدلي بصفته موظف عمومي استولى بغير حق على مبلغ 530 مليون مملوكة للدولة، حيث وافق على صرف مبالغ من الباب الأول لموازنة الوزارة، موضحة أن هذه الجناية ارتبطت بجناية التزوير، وكانت جناية القاهرة قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العدلي واثنين آخرين، فيما أعادت محكمة النقد القضية للمحاكمة من جديد. وضع مصر على الخريطة العالمية للأبحاث المتعلقة بأمراض القلب، هذا ما أكده العالم المصري مجدي يعقوب جراح القلب العالمي خلال مؤتمر صحفي على هامش وضع حجر الأساس لمشروع مركز مجدي يعقوب الجديد، مشيرا إلى أهمية الانتهاء من إنشاء المركز العالمي للقلب بأسوان ليستقبل ما يقرب من 80,000 مريض بالعيادات الخارجية سنويا من غير القادرين، حيث من المنتظر إجراء حوالي 12,000 عملية ما بين جراحة قلب مفتوح وقسطرة علاجية
الخاصة بالمرضى من الأطفال وحديثي الولادة، وهو ما يعادل 3 أضعاف النسبة الاستيعابية للمستشفى الحالي، قائلا أن رعاية وعلاج المرضى هو الهدف الأول والأسمى لنا. هدية ضخمة جدا للشعب المصري، لأن ده مركز عالمي كبير جدا للعلاج والتدريب والأبحاث على مستوى عالي جدا، وبعدين البنى نفسه والمدينة العلمية حاجة مش موجودة في بلاد العالم كله، فيعني ده هتبقى زي منارة لمصر للعلم وللعلاج وللتدريب وللإبداع، فدي حاجة مهمة جدا لمصر. نهاية النشرة، إلى اللقاء.